كنت هنا كنت أنا كانت الدنيا لنا كنت هنا كنت أنا كانت الدنيا لنا في ربيع عمرنا الشوارع من كنا والسلام يعمنا بالصفاء والهنا من بعيد تنظر لنا نبدو وكأننا كاللآلئ في السماء تفرح الحياة بنا حتى يوم غاب فيه أماننا ضاع فيه سلامنا دمرت أحلامنا كل يوم كان يعلو صوتنا شر يقصف بيتنا فانهض في السماء ها أنا كنت هنا كنت أنا لأن يكون من بعدنا السلام صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام من مصر ومن كل مكان في العالم. أهلا وسهلا بحضراتكم مع صباح جديد وبالتالي حلقة جديدة من هذا الصباح على شاشة أكسترا نيوز. النهاردة يوم الاثنين 13 مايو لهذا العام 2024، بيسعدنا ويشرفنا نكون موجودين مع حضراتكم لمدة ساعتين على الهواء مباشرة وجولة والعديد من الأخبار المتنوعة. طبعا النهاردة هتكون بصحبة زميلتي العزيزة المنضمة حديثا لهذا الصباح الزميلة العزيزة مروة فهمي. صباح الخير عليك يا مروة. صباح الخير يا باسم، يسعد صباحك وصباح كل المشاهدين مشاهدي اكسترا نيوز في كل مكان. يمكن في ايام او حتى ساعات قليله بس متغير المشهد الفلسطيني بالكامل، اختفت صور الفرحه والسعاده اللي عبر عنها الالاف من اهالي غزه، وده بعد موافقه حماس على المقترح المصري بوقف اطلاق النار، عشان نرجع تاني ونشوف صور الخوف والذعر على وجوه الاطفال والمدنيين. كان العالم على وشك انه يلتقط الانفاس من صور الدمار والدم اللي كرست دولة الاحتلال في أذهان الكل على مدار شهور. كان على وشك أنه يرتاح شوية من صور ومشاهد التشريد والتجويع لأهالي القطاع في أكبر محنة إنسانية عاشها العصر الحديث، ولكن على ما يبدو أن أي حديث عن حقن الدماء والتهدئة أو السلام هو حديث خارج منهج وعقيدة دولة الاحتلال اللي أصرت كالعادة على تحدي القوانين الدولية والإنسانية وتحدي الإرادة الجماعية للعالم، ووصلت غارتها وحشيتها عشان تختار الطريق العكسي وهو طريق التصعيد على الرغم من كل الأصوات العاقلة اللي حذرتها من تداعيات تهورها ومغامراتها غير المحسوبة والمدروسة. وكان على رأس هذه الأصوات العاقلة صوت الدولة المصرية اللي أعلن تمسكه بخيار التهدئة، لكنه في الوقت نفسه حذر دولة الاحتلال بأن الدولة المصرية جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات. بالفعل يا مروة، يعني زي ما بنقول بالعامية المصرية الكرة فعلا كانت في ملعب دولة الاحتلال. صحيح. لكن هي اختارت للأسف بإرادتها، اختارت هذا المسار، مسار الحرب مش مسار السلم. كان بإمكانها وبمنتهى البساطة إن هي تلتزم بمقترح وقف الحرب، مع العلم بأنها كانت طرف أصيل وحاضر في المفاوضات اللي قادتها مصر بشراكة قطرية وأمريكية. يعني ما تم الاتفاق عليه على طاولة المفاوضات كان برضا وبقبول إسرائيلي مش بعيد عنها
ولا من وراء ظهرها زي ما كانت بتحاول ان هي تظهر للعالم. ولكن الغطرسة او الجنون عند قادة الاحتلال خلاهم يتعاملوا عن او يتعاموا عن رؤية الحقائق والحلول، وكمان ان هم يتمسكوا بسياسة ومنهج واحد فقط بتنفذه اسرائيل بمنتهى الاتقان والتفاني من شهور عديدة، وهو منهج القتل والحصار. زي ما قلت في كلامك يا مروة، يمكن الدولة المصرية وقيادتها السياسية على مدار الأشهر العديدة الماضية منذ بداية واندلاع هذه الأزمة من 7 أكتوبر كانت بتتمتع بالحكمة وبالرصانة أمام هذه الرعونة، بأقصى كمان درجات ممكن نقول من ضبط النفس أمام الممارسات المتهورة من دولة الاحتلال. مارست أقصى درجات ضبط النفس من منطلق رغبة وإيمان حقيقي بأولوية حقن دماء الأشقاء في فلسطين، لكنها في الوقت نفسه وضعت خطوط حمراء لأمنها القومي وأيضا لحقوق الشعب الفلسطيني بالوقوف حائط صد منيع أمام أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو التفريط في حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة. هو ده الميزان المصري اللي تمسك به سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهور الأزمة، التزام مصر تجاه ثوابت القضية الفلسطينية في كفة، وفي الكفة الثانية التوسط والتفاوض مع أقصى درجة يعني من ضبط النفس حقنا لدماء الشعب الفلسطيني. معادلة مصرية كانت محل تقدير من كل أبناء وأطياف الشعب المصري، الشعب اللي أدرك فعلا حجم التحديات أمام القيادة السياسية مش في غزة شمالا فقط، ولكن أيضا في جنوب البلاد وفي غربها. احنا في وسط منطقة ملتهبة ومشحونة فعلا من كل الاتجاهات يا مروة. صحيح يا باسم، وبالتأكيد شفنا ولمسنا بنفسنا التأييد الشعبي والحزبي من كل طوائف الشعب المصري لإدارة الرئيس السيسي لهذه الأزمة الصعبة اللي بنمر بيها واللي ممكن تقود المنطقة كلها لانفجار كبير، وده اللي بتشتغل عليه الدولة المصرية تفاديا لحدوثه. الملف الفلسطيني هيحظى بنصيب الأسد خلال حلقتنا النهاردة، وهنتابع تطوراته على الصعيد السياسي والإنساني لحظة بلحظة، إلى جانب جولتنا في منشطات الصحف من خلال فقرة الصحافة كالعادة. ودلوقتي نبدأ حلقتنا مع أبرز وأهم العناوين. توجيهات رئاسية بتكثيف الإجراءات لمنع المزيد من التصعيد في غزة. مصر تعلن انضمامها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية. ضغوط مصرية بكل المسارات للتوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة. قراءة في أبرز عناوين الصحف مع الكاتبة الصحفية فريدة الشباشي. يشهد العالم منذ شهور مأساة كبرى بجوارنا في فلسطين العزيزة، حيث يسقط آلاف الشهداء في قطاع غزة ويتعرض الأحياء منهم لمعاناة إنسانية غير مسبوقة. نبذل أقصى ما نستطيع من جهد وطاقة لحمايتهم وإغاثتهم عن طريق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات لهم. ونتوجه اليوم إلى الشعب الفلسطيني كله المرابط على أرضه والصامت فوق ترابها بتحية تقدير وإجلال، ونقول لهم إن مصابكم مصابنا وألمكم ألمنا، وإن مصر لن تتوانى عن مواصلة العمل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإغاثة المنكوبين من هذه الكارثة الهائلة. هنبدأ جولتنا مع حضراتكم من متابعة آخر تطورات الملف الفلسطيني على المسار السياسي والإنساني، والجهود المصرية المستمرة في سبيل إغلاق صفحة هذا العدوان الظالم على الأشقاء في فلسطين. في هذا الصدد صدرت بالأمس توجيهات رئاسية جديدة بضرورة تكثيف الإجراءات اللازمة للحيلولة من دون المزيد من التصعيد في غزة. أكد مصدر رفيع المستوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتابع عن كثب ومع خلية الأزمة المعنية تطورات الأوضاع في قطاع غزة لحظة بلحظة.
باسم، يعني ما فيش شك أن الموقف المصري اللي بيضع الملف الفلسطيني على قائمة أولويات عمل الدولة بيأتي متسق تماما مع الموقف المصري التاريخي خلال رحلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأيضا على مستوى التزام مصر خلال العدوان الأخير بانحيازها المطلق لفلسطين دفاعا عن أرضه وحقوقه. وستظل مصر دايما هي الحارس والحافظ للقضية الفلسطينية، وهي السند للشعب الفلسطيني ولحقوقه الشرعية بالرغم من أي عراقيل أو مخططات إسرائيلية. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل من خلال الأستاذة نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات. صباح الخير على حضرتك يا أستاذة نرمين. صباح الخير على حضراتكم على مشاهدين إكسترا نيوز. أهلا بحضرتك. لو هنبدأ على طول ممكن نتكلم مع حضرتك عن التطورات والتصعيد الأخير في قطاع غزة، ودايما أي حد بيعمل في السياسة بيكون عارف أن هو دايما بيكون في كروت متروكة للفترات الصعبة أو عند تصاعد الأحداث. ما هي الخيارات وما هي الكروت الموجودة الآن عند الجانب المصري، وهل حضرتك بتري أنها بدأ استخدام هذه الكروت أو حان الوقت لاستخدامها؟ يعني أنا أعتقد أنه بالفعل حان الوقت لاستخدامها، والقاهرة بدأت منذ يعني أيام، أعتقد منذ أسبوع، ممارسة يعني ضغط على إسرائيل وعلى حركة حماس للعودة لمائدة المفاوضات. هذا من جانب. من جانب آخر، يعني القاهرة أوصلت للولايات المتحدة كل مصادر القلق فيما يتعلق بعملية إسرائيل في رفح الفلسطينية من الجانب الإنساني ومن الجانب السياسي المتعلق بالأمن القومي لمصر. في نفس السياق، يعني القاهرة تحركت على المستوى الدبلوماسي والقانوني لما يعني امبارح انضمت للدعوة اللي حركتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، واللي بتتهم فيها جنوب أفريقيا إسرائيل بممارسة جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. مصر انضمت بالأمس لهذه الدعوة، واليعني الانضمام دي أهمية يعني خاصة لأنه مصر تربطها بإسرائيل اتفاقية سلام منذ يعني أكثر من 4 عقود، وهو ما يشير يعني إلى أنه مصر بتؤكد على أنها قادرة على مراعاة اتفاق السلام ومراعاة بنوده. في نفس الوقت فهي لن تتغاضى عن أي جريمة تمارسها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، ومن هذا المنطلق يعني تحركت مصر في المسار القانوني أمام محكمة العدل الدولية. يعني في هذا السياق، يعني انضمام المزيد من الدول لهذه الدعوة ربما يكون له أثر في إصدار العدل الدولية لقرار بوقف إطلاق النار، حتى ولم يكن يعني المحكمة قادرة على إنفاذه أو لا تمتلك الآليات لإنفاذه، ولكنه يعني سيكون وصمة عار في تاريخ إسرائيل. نعم سيدة نرمين، سنتحدث عن هذا الموضوع شكلا ومضمونا وسنخوض في التفاصيل بعد قليل، ولكن يعني خليني أسألك سيدة نرمين عن الجهود المصرية المستمرة التي لا تنتهي منذ يعني بداية هذه الحرب، ومن منذ يعني لو رجعنا للتاريخ لورا كمان هنوصل 1948 وهي مصر يعني هي قضيتها الأولى فلسطين وما يحدث على هذه الأراضي. لو تحدثنا بالتفصيل يعني عن الدور المصري من وجهة نظر اللي بتقدمه جمهورية مصر العربية خلال كل هذه السنوات والمساعي الدولية وكذلك الإقليمية، كيف تشرحي لنا هذه التفاصيل؟ يعني يا فندم، زي ما حضرتك أشارتي، هو الدور المصري المتعلق بالقضية الفلسطينية مش وليد اليوم ولا وليد أربعة عقود، لا، هو من تاريخ النكبة الفلسطينية، واللي هي بالمناسبة يعني سنشهد ذكرها في خلال أيام في سنة 48. لو بصينا على تسلسل الأحداث من عام 48 من تاريخ النكبة، سنجد أن مصر كانت شريكا أساسيا في كل عمليات السلام ومبادرات السلام التي تم طرحها سواء من قبل مصر أو سواء على المستوى العربي. في مؤتمر مينا هاوس تم توجيه الدعوة للفلسطينيين، في مؤتمر مدريد للسلام كانت القاهرة حاضرة، في مؤتمر أنابوليس للسلام كانت القاهرة حاضرة وكانت شريكا في المبادرة العربية التي تم تقديمها في عام 2002 في القمة العربية. حتى الآن لازالت مصر تحاول يعني عقد المؤتمرات يعني بشكل دوري لتقريب وجهات النظر على مستوى الداخل الفلسطيني، لأنه يعني التقارب على مستوى الداخل الفلسطيني هو عامل أساسي في إنجاح عملية السلام وفي تحريك عملية السلام. مصر دوما أصرت على حل الدولتين وعلى كل قضايا الحل النهائي المتعلقة بالقدس الشرقية وبعودة اللاجئين. على المستوى الإنساني بقى، لو هنتكلم دلوقتي
بعد عملية طوفان الأقصى. يعني أنا أرى أن مصر وليس يعني من منطلق قومي ولكن من منطلق موضوعي، أن مصر كانت الدولة أو كانت الفاعل في وقت عجز فيه المجتمع الدولي عن التحرك. مصر فتحت حدودها على مدار 24 ساعة لإدخال المساعدات، ساهمت بنسبة 80% في المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة على يعني مدار أيام وأسابيع. وهذا يعني كان من اليوم الأول، جهود المصرية لا تنتهي حتى هذه اللحظة، وفي المستقبل أيضا نتحدث عن جهود مضنية من القيادة السياسية المصرية. شكرا جزيلا لك نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر ودرست على كل هذه التفاصيل. لما نكون بنتكلم مع حضراتكم عن الدعم المصري للقضية الفلسطينية لازم نكون عارفين ان هو لم يتوقف ولا لحظة في دفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة من خلال تعامل مصر مع تداعيات حرب الاحتلال على قطاع غزة. خلينا نتعرف مع حضراتكم عن المزيد من هذه الجهود من الزميل عمرو شهاب مع حضراتكم وهذا العرض التالي. أهلا بكم. دعم مصري لا يتوقف للقضية الفلسطينية نابع من رؤية وطنية وإرادة سياسية وموقف ثابت لا يتغير لا يتزحزح في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وظهر هذا الدعم جليا في تعامل مصر مع تداعيات حرب الاحتلال الشنعاء على قطاع غزة. فمصر التي وقفت بكل قوتها عقب شن الاحتلال حربه على غزة في 7 أكتوبر الماضي من أجل وقف العدوان والدفع نحو حل سياسي يحقق السلام في المنطقة لم تتراجع في التحذير من مخاطر التصعيد الإسرائيلي الأخير في رفح الفلسطينية والسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وحملت الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، وذلك في ظل متابعة مباشرة وعن كثب من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع خلية الأزمة المعنية لتطورات الأوضاع لحظة بلحظة وسط توجيهه بتكثيف الإجراءات اللازمة لمنع مزيد من التصعيد. كما كثفت مصر من اتصالاتها مع عدد من العواصم العالمية المهمة والمؤثرة للتحذير من خطورة التصعيد الراهن في الأراضي المحتلة وتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تداعيات هذا التصعيد أمام كل المحافل الدولية، والدعوة للضغط والتدخل للحيلولة دون تفاقم الأوضاع وخروجها عن السيطرة ليس في الأراضي المحتلة فقط ولكن في المنطقة بأسرها. وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين. وفي إطار دورها المساند للقضية الفلسطينية أعلنت مصر اعتزامها التدخل رسميا دعما لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، وهي الانتهاكات التي أكدت مصر أنها أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة وخلقت ظروفا غير قابلة للحياة في قطاع غزة في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. كما طالبت مصر الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كاف يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعبا يتمتع بالحماية وفقا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. ولم يقتصر الدور المصري على الصعيد السياسي فقط بل شمل الصعيد الإنساني، حيث فتحت مصر أبوابها لاستقبال المساعدات الإنسانية لتوصيلها لأهالي غزة عبر معبر رفح الذي لم يغلق منذ بدء العدوان الإسرائيلي، كما تصدرت قائمة دول العالم في تقديم تلك المساعدات للأشقاء في فلسطين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف عليهم من حدة تداعيات العدوان.
مشاهدينا، كان هذا عرضا سريعا للدور المصري الداعم والمساند للقضية الفلسطينية خلال العدوان الراهن للاحتلال الإسرائيلي. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. حرصت جدا، مش أنا بس، أنا وكل المصريين، على أن احنا نخفف ما أمكن على أشقائنا في قطاع غزة. احنا من أول يوم وحتى من قبل كده كنا حريصين جدا جدا على أن المنفذ بتاع رفح يبقى فرصة، يبقى سبيل، يبقى مسار لتقديم المساعدات وأيضا لإغاثة المطلوب إغاثته. أكد أن احنا مستمرين وحنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إن شاء الله إلى دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. بنواصل حديثنا عن تطورات الأزمة في غزة، والتزاما بتأكيدات الدولة المصرية بضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية. امبارح أعلنت وزارة الخارجية اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوة اللي أقامتها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة في ضوء التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. كمان مصر وضحت أن هذا التقدم أو التقدم بإعلان التدخل في الدعوة المشار إليها بيأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير للبنية التحتية في القطاع ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم. هو هذا الأمر اللي أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة وفي انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أيضا. وباسم، يعني جددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية مؤخرا وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين. طيب، للمزيد من التفاصيل حول الخطوة المصرية الأخيرة ينضم إلينا على الهاتف رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات. أهلا بك سيدة رحمة في هذا الصباح. يعني إحنا قدام قرارات مصرية جديدة حول قطاع غزة وما يحدث فيه مؤخرا في رفح الفلسطينية، يعني لو تحدثنا عن تدخل مصر رسميا لدعم دعوة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية، كيف تري هذا يعني القرار وخاصة في هذا التوقيت تحديدا، وكيف يمكن أن يغير من مسار الحرب؟ طبعا خير أستاذة مروة، طبعا خير أستاذة المشاهدين. هو بالفعل مصر لا تستهدف جهدا في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات منذ بدء الأزمة الحالية وعلى مدار تاريخ القضية الفلسطينية، ولكن خلال الأزمة الحالية مصر اتخذت عدد من الإجراءات المتوازية والمتتبعة سواء على المستوى الدبلوماسي او على المستوى القانوني او مستوى الوساطه، وده اللي كان بتقوم به القاهره على مدار الايام الماضيه بوساطه قطريه مصريه للوصول الى وقف اطلاق النار وضمان وصول المساعدات الى الجانب الفلسطيني. اما على المستوى الدبلوماسي فشهدنا الدور المصري امام الجمعيه العامه للامم المتحده للمطالبه بحقيقه الدوله الفلسطينيه في الحصول على عضويه بالأمم المتحدة، وكلمة الممثل المصري لدى الأمم المتحدة التي أكدت على حقية الشعب الفلسطيني وحل والوصول لحل دائم وشامل بحل الدولتين. وأخيرا دعمت مصر من خلال بيان الخارجية دعوة جنوب أفريقيا وده على المستوى القانون الدولي لدعم تعزيز اتخاذ إجراءات تدابيرية. الموقف الحالي لدعم دعوة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإبادة الجماعية لدعم الموقف المصري بتقديم الأدلة والبراهين والدفاع عن الحق الفلسطيني أمام أكبر هيئة دولية.
بتؤكد. إذا سمحت يا أستاذة رحمة، البعض قد يتساءل، يعني كان هناك شهادة سابقة وكلمة مهمة جدا لمصر أمام نفس المحكمة، محكمة العدل الدولية سابقا في أيضا نظر هذه الدعوة، وكانت هذه الكلمة شافية وكان بها العديد من الأمور التي تقدمت بها مصر. ما وجه الاختلاف؟ البعض هيتساءل ما وجه الاختلاف بين وجود مصر كشاهدة وجودها كمتدخلة في هذه الدعوة دعما لهذه الدعوة المتقدمة من جنوب أفريقيا. بالضبط، هو بالفعل مصر قدمت كلمة شهادها العالم في فبراير الماضي. الموقف الحالي بيختلف عن كونها كشاهدة، ان هي بيتيح لها دور المرافعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتأكيد على ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية وارتكاب جرائم إبادة جماعية، وده بتوفير كافة الأدلة اللي بتؤكد ارتكاب إسرائيل، سواء من خلال النية المبيتة أو التحريض على ارتكاب جرائم عنف كما يحدث في الضفة الغربية وما يكون بها المستوطنين تجاه المدنيين الفلسطينيين، كذلك استهدافهم لعرقية وطنية وتحقيق الإبادة الجماعية في غزة، سواء من خلال اتباع سياسات التجويع المتعمدة أو التهجير القسري التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، وكذلك تدمير البنية التحتية وقطع عناصر الاحتياجات الأساسية من مياه وكهرباء، وكذلك خروج العديد من المستشفيات نتيجة نقص إمدادات الطاقة. كل هذه الأمور تؤكد على ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية ستقوم مصر بطرحها أمام محكمة العدل الدولية. الأمر الحالي كمان بيمكن مصر من أصناع محكمة باتخاذ التدابير المؤقتة وتعزيزها، سواء من خلال التأكيد على ضرورة فتح المعابر ووصول المساعدات أو تكثيف تلك المساعدات. شهدنا بالأمس مؤتمر للمانحين في الكويت لمنح الدولة الفلسطينية مساعدات بقيمة 2 مليار دولار. كمان الدور المصري هيساعد على إمكانية وقف العمليات الحالية ووقف إطلاق النار والتأكيد على الحق الشرعي للدولة الفلسطينية في مبدأ حل الدولتين، وبالتالي تراجع سلطات الاحتلال في الأماكن التي احتلتها خلال الأزمة الحالية منذ 7 أكتوبر وحتى محاولة حدود رفح الفلسطينية حتى الآن، والعودة لحدود 4 يونيو لسنة 67. ده كمان أمر هيعزز. طيب سيدة رحمة، يعني خليني أدخل معك في تفاصيل هذا الموضوع. يعني نحن أمام تفاقم هذه حدة الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة وأيضا في رفح الفلسطينية هذه الأيام، أمام تجويع، أمام يعني تشريد للأهالي في كل مكان وكل شبر في القطاع. ما هو المتوقع من وجهة نظرك؟ يعني ما هو الضغط المتوقع على إسرائيل أو شكل هذا الضغط حتى تتخلى عن التعنت المستمر؟ هو بالضبط، هو باتخاذ قرار مثل هذا قد يزيد من العزلة الإسرائيلية التي أصبحت تعاني منها منذ اندلاع الأزمة. كمان كشف الحقائق التي تحاول أن تفيها إسرائيل بدعوى الحرب من أجل الحفاظ على بقائها والحفاظ على أمن إسرائيل، وبالتالي كشف هذه الحقائق أمام العالم أصبح واضحا قد يزيد من العزلة، والتي يقف أمامها الجانب الأمريكي فقط باتخاذ حق الفيتو أمام مجلس الأمن. أما ما دون ذلك فشهدنا على مدار الأيام الماضية ضغط شعبي على كافة الحكومات، سواء الحكومات الغربية أو الحكومات كذلك حلفاء إسرائيل، وبالتالي كل هذا بجانب أيضا المظاهرات الداخلية في الدولة الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج على الرهائن قيام السلطات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات تدابيرية أكثر لضمان الإفراج عنهم والحفاظ على حياتهم، وهو الأمر اللي بيستند قدامه السلطات الإسرائيلية بمحاولة جذب رئيس الوزراء لليمين المتطرف من خلال إصراره على العملية العسكرية التي أثبتت عدم نجاحها حتى الآن في ضعفها على تحقيق الأهداف المعلنة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بالقضاء على حركة حماس، أو هذا أمر غير محقق حتى الآن. شكرا جزيلا لضيفتنا في هذا الصباح رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، على هذا الشرح المفصل.
على صعيد الجهود المتواصلة اللي بتبذلها الدبلوماسية المصرية ووزارة الخارجية، أكد الوزير سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية سلوفينيا السيدة تانيا فايون أن هناك توافقا بين الدولتين على ضرورة وأهمية وقف إطلاق النار في غزة. أشاد الوزير بموقف دولة سلوفينيا اللي اتخذت مواقف متسقة مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، وكانت من الدول التي طالبت بشكل مبكر بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين ودخول المساعدات ورفض قضية التهجير للشعب الفلسطيني. بالتأكيد يا باسم، وكمان أكد الوزير سامح شكري على وجود توافق دولي حول أهمية عدم توسيع رقعة الأعمال العسكرية في رفح الفلسطينية أو الأعمال العسكرية في حد ذاتها ضد المدنيين الفلسطينيين، وعدم الاكتفاء بالحديث الشفهي بل اتخاذ إجراءات وردود أفعال مؤثرة تلبي احتواء الأمر ووقف إطلاق النار الكامل. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتكم، صباح الخير على حضرتك. ولو هنتكلم مباشرة عن الجهود المصرية الدبلوماسية واستمرارها حتى اللحظة، لا تتوقف ولا يوم ولا ساعة حتى، ولكن لو هنتكلم على المؤتمر الصحفي اللي كان موجود يوم أمس بين السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري والسيدة نظيرته السلوفينية السيدة تانيا فايون عفوا، كان هذا المؤتمر في توافق شبه كامل في الرؤى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والخطوات المقبلة، بيأتي ضمن الجهود المصرية في توحيد رؤية دولية حول ما يجب اتخاذه من قرارات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. كيف ترى هذا المشهد وهذه الجهود وتأثيرها أيضا في وجود المزيد من الضغط على القيادة الإسرائيلية؟ طبعا هذا المؤتمر الصحفي وما شاهده من تصريحات بيأتي في إطار المقاربة السياسية أو الجزء السياسي في المقاربة المصرية للتعامل مع التطورات في قطاع غزة، واللي بيركز بشكل رئيسي على أمرين رئيسيين. الأول هو التأكيد على السردية المصرية الخاصة بالأحداث، والتي تؤكد دائما على أن ما يحدث هو جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وأهمية مسألة السردية في أنها بتساهم في بناء رأي عام دولي داعم للحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني. أما الهدف الثاني من هذه المقاربة واللي بيركز عليه أو بتركز عليه الدولة المصرية في ثنايا هذه المباحثات، بيتمثل في حشد الجهود الدولية من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على قاعدة أن منطقة الشرق الأوسط ككل والمجتمع الدولي ككل متضرر من استمرار هذه الحرب. أعتقد أن هذه الجهود لا تنفصل عن ما أعلنته أو ما أعلنت عنه وزارة الخارجية المصرية أمس عن تأييد دعوة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل. وهنا نحن نتحدث عن تصعيد نوعي من الدولة المصرية تجاه إسرائيل في سياق عام بيشهد ذروة توتر العلاقات بين الجانب المصري والجانب الإسرائيلي. والحقيقة أنه كان المرجع الرئيسي لهذا التوتر هو أمرين رئيسيين: أولاً الجهود المصرية الخاصة بضمان حقوق الشعب الفلسطيني، والضوابط والمحددات المصرية الخاصة باعتبارات الأمن القومي المصري. أعتقد أن هذه الجهود المستمرة، سواء المباحثات مع زعماء العالم والمسؤولين الدوليين أو الخطوة الأخيرة الخاصة بتأييد دعوة محكمة العدل الدولية وما تحمله من تداعيات سواء على المستوى القانوني أو السياسي، بتؤكد على حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية في هذا الملف، وبتؤكد على أن الدولة المصرية تظل الفاعل الأهم في الملف الفلسطيني على كثرة التدخلات الخارجية في هذا الملف. هي الفعل الأهم بالتأكيد أستاذ محمد، ومن خلال هذه الجهود المبذولة على الشكل الدبلوماسي أو من الناحية الدبلوماسية، يعني لاحظنا هناك ونتلمس خلال الأيام الماضية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر توافق دولي حول توسيع رقعة الأعمال العسكرية وخاصة في رفح الفلسطينية، ولكن يعني كل هذه النداءات الدولية التي نشهدها خلال هذه الأيام يعني لا تستجيب لها إسرائيل. ما تفسيرك للأمر؟ لماذا تستمر في هذا التعنت وهذا البطش وارتكاب الجرائم؟
يعني يوجد بعض الاعتبارات المهمة التي يجب أن ننظر إليها عند مناقشة هذه النقطة. أولا، المستفيد الوحيد من استمرار هذه الحرب هو حكومة بنيامين نتنياهو، لأن المستقبل السياسي لهذه الحكومة مرتبط باستمرار هذه الحرب. أيضا نتنياهو يراهن على عملية رفح من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف الخاصة بالحرب، ما يتعلق بإنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة، أو ما يتعلق بتدمير القدرات القتالية لهذه الفصائل، أو ما تبقى من كتائب لدى هذه الفصائل في منطقة رفح، أو من خلال السيطرة على الجزء الفلسطيني من أو الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بما يضمن سيطرة إسرائيل على الملف الإنساني داخل قطاع غزة، وتوظيف كل ذلك كأداة ضغط على الفصائل الفلسطينية في إطار المباحثات الجارية. لكن أعتقد أننا نتحدث حاليا عن بعض المتغيرات المهمة التي ربما تساهم في تشكيل المشهد في الفترات المقبلة. أولا، نحن نتحدث عن تطورات عسكرية مهمة. لدينا معارك حاليا في مناطق الشمال، وده بيثبت كذب الادعاءات الإسرائيلية الخاصة بالقضاء على الفصائل الفلسطينية، لأن المعارك تجددت وبقوة في العديد من مناطق شمال قطاع غزة، وده طبعا عبء إضافي على جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا أعتقد أن استمرار عمليات إطلاق الصواريخ من مناطق الوسط وشمال القطاع ده بينفث أيضا السردية التي روجت لها إسرائيل بأنها استطاعت القضاء على البنى التحتية لهذه الفصائل. بالتزامن مع هذه التطورات العسكرية، لدينا مجموعة من التطورات السياسية التي أعتقد أنها تمثل ضغطا إضافيا على إسرائيل في الأيام المقبلة، سواء ما يتعلق بالتحركات الشعبية في العديد من الدول، سواء ما يتعلق بالدعاوى القضائية ضد إسرائيل، سواء ما يتعلق بالتأييد التأييد الدولي اللافت لفلسطين من خلال القرار الأخير للجمعية العامة للأمم. كل هذه الضغوط مستمرة على إسرائيل حتى يتم وقف النار، يعني وقف إطلاق النار في هذا القطاع، قطاع غزة، ووقف هذه الجرائم والمجازر. نتمنى وأن تؤتي بثمارها خلال الأيام المقبلة وحتى الساعات المقبلة. شكرا جزيلا سيد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات. واحنا بنتكلم عن المشهد في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة، مش هنقدر ان احنا نغفل القطاع الصحي اللي بيشهد ايضا ازمة انسانية كبيرة جدا في وسط تحذيرات من مغبة هذه التداعيات، تداعيات المزيد من العمليات العسكرية وتصعيدها على ارواح المدنيين النازحين الى مدينة رفح الفلسطينية. نتعرف مع حضراتكم على المشهد والازمة الانسانية اللي بيعيشها هذا القطاع مع الزميل عمرو شهاب مع هذا العرض، ونرجع تاني. أهلا بكم. بعد أكثر من 7 أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يشهد القطاع أزمة إنسانية كارثية وسط تحذيرات من مغبة تلك التداعيات على أرواح المدنيين النازحين إلى مدينة رفح الفلسطينية. الأمم المتحدة حذرت من جانبها من أن هجوما واسعا على مدينة رفح الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي الإنساني وينذر بتفاقم الوضع الإنساني. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن أوامر الإخلاء الأخيرة في منطقة تضم وجودا مدنيا كثيفا لا تتوافق مع المتطلبات الملزمة للقانون الدولي الإنساني أو مع التدابير المؤقتة الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية. كما أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين أن قطاع غزة يشهد مأساة، مشيرة إلى أن حرب الإبادة على غزة تمثل تحديا للقيم الإنسانية والديمقراطية، ودعت المسؤولة الأممية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الهجمات الإسرائيلية. كما جددت منظمة الصحة العالمية دعوتها إلى حماية جميع المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استهدافهم الممنهج من قبل قوات الاحتلال. في الوقت نفسه قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن ادعاءات إسرائيل بوجود مناطق آمنة بغزة كاذبة ومضللة. وأعرب المفوض العام للوكالة فليب لازاريني عن قلقه إزاء التهجير المستمر للفلسطينيين من منازلهم، مشيرا إلى عدم وجود مناطق آمنة في غزة، وأكد أن سلطات الاحتلال تواصل إصدار أوامر التهجير القسري لإجبار المدنيين في رفح الفلسطينية على الفرار نحو المجهول.
إلى ذلك أعلنت منظمة اليونيسيف أن الوضع سيتفاقم بشكل مستحيل في غزة. وقال كبير منسق الطوارئ بالمنظمة في قطاع غزة إنه لا يوجد مكان آمن لـ600 ألف فلسطيني في رفح، مشددا على أن كل أطفال غزة بحاجة لخدمات الدعم النفسي والاجتماعي. مشاهدينا، كان هذا استعراضا لأهم تطورات الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. وعلى المسار الإنساني، وجه وزير الاقتصاد الوطني بدولة فلسطين محمد يوسف العمور دعوة للدول الأعضاء بالجامعة العربية والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية للتنسيق مع حكومة فلسطين بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية وللمساهمة في حملة الإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني في كل هذه الظروف الاستثنائية، والمشاركة في تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي. هذه الدعوة جاءت خلال كلمة السيد الوزير الفلسطيني يوم أمس أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة العربية. قال أنه جرى تكليف الحكومة الفلسطينية بمهام بتتركز أولا على وقف هذا العدوان وقيادة جهود الإغاثة في قطاع غزة والعمل على توفير الطعام والدواء والمأوى وبشكل عاجل. وفي نفس السياق يا باسم، يعني دعا رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في غزة لاستئناف توصيل المساعدات للقطاع في وقت تشتد فيه الحاجة إليها مع استمرار التهجير القسري من رفح أقصى جنوب القطاع وبدء إفراغ المستشفيات من المرضى والموظفين. وكمان حذرت الوكالات الأممية بأن العملية الإنسانية في أنحاء القطاع قد أصيبت بالشلل. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تنضم إلينا دكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية وعضو المركز المصري للفكر والدراسات. أهلا بك دكتورة نهى في هذا الصباح. يعني منذ اللحظة الأولى نقدر نقول أن مصر كانت داعمة وداعمة بقوة للقضية الفلسطينية، وخاصة بعد بداية هذه الحرب إنفاذ المساعدات بكل أشكالها، سواء كانت مواد طبية سواء كانت إغاثية، للوصول إلى كل منطقة في القطاع. كيف ترين دعوة الأمم المتحدة الآن لاستئناف توصيل المساعدات من جديد بعد توقفها لفترة من الزمن، نتحدث عن أيام، بسبب هذا التعنت وبطش إسرائيل ووصولها إلى رفح الفلسطينية؟ صباح الخير على حضرتك والمشاهدين الكرام. الحقيقة سؤال حضرتك في أكثر من محور. المحور الأول هو منادات الأمم المتحدة، المحور الثاني هو المأساة الفلسطينية، والمحور الثالث هو الدور المصري. لو كلمنا على الأمم المتحدة ومنادات الأمين العام وكل من هم على يعني يعملون في هذا المجال، سواء في المجال الصحي أو مجال الإغاثة أو مجال الحق في السكن، فللأسف نحن أمام منظمة ستنادي، ومن المهم أن توثق ما يحدث في غزة، ولكن للأسف هي أصبحت منظمة يعني غير ذي جدوى، وقد كشف الأمر أكثر الوضع في غزة وما يحدث لأهل غزة. فنحن أمام منظمة لم تستطع أن توقف مأساة إنسانية يتلقلها كل وسائل التواصل الاجتماعي ويراها العالم على مرأة من الجميع، وذلك بسبب أن يحكمها الخمس أعضاء الدائمين في مجلس الأمن. هي منظمة أقيمت بعد الحرب العالمية الثانية، وميثاقها يعني يعمل على خدمة حقوق أو يعمل على خدمة ما يراه الخمس أعضاء أو المنتصرين في هذه الحرب، لذلك هي غير ذي جدوى، وإن كان بقاؤها الآن هو يعني لمجرد
إثارة هذه القضية وإبقائها حية، ولكن لم تستطيع رغم كل جهود الدول ال 193 دولة الذين منهم من يساند ما يحدث يعني ويقف ضد ما يحدث في أهل غزة، ولكن للأسف هو غير في جدوى على الأرض. الموضوع الثاني وهو المأساة الإنسانية، يعني احنا شفنا ما حدث في أهل غزة، شفنا 300 ألف يتم تهجيرهم تهجير قسري في رفح، شفنا يعني الوضع الصحي متردي، الحقيقة الوضع الصحي متردي دوت مش بيبقى في المنطقة التي فيها الحرب فقط، فالأوبئة تنتشر في العالم وستنتشر في العالم، شفنا الناس، شفنا إبادة جماعية، ولكن للأسف يعني نراها من تضييق يعني تقوم بها إسرائيل، وهي أصبحت دولة مارقة، ولكن للأسف تساندها دول مثل أمريكا ودول مثل بريطانيا. نجد تصريح الأمس من بريطانيا وهو أن يقول أن عدم إمداد إسرائيل بالسلاح سيؤدي إلى دعم حماس، وهو شيء غير مقبول الحقيقة هذه التصريحات. لهذا السبب تحديدا يا دكتور نهى، اذا سمحت لنا، البعض بيرى ان هو هذه الدعوه هي كانت امام الجماعه العربيه بطبيعه الحال، ولكن الدعوه بمفهومها الاغاثي ومفهوم فتح المعابر وادخال المزيد من المساعدات والاغاثات يجب ان يكون موجها الى القوى الدوليه من كي تتمكن من وجود المزيد من الضغط على اسرائيل وعلى دوله الاحتلال من اجل نفاذ المزيد من هذه المساعدات، لانه حتى الاسقاطات الجويه والتحالف اللي مصر يعني موجوده طبعا من ضمنه وبتبعت هذه الاغاثات وما زالت مستمره في ارسالها جوا، هو بطبيعه الحال لا يغني عن إرسال المساعدات بريا، لأن هي دي الكمية الأكبر واللي بتصل فعلا إلى أكبر عدد من المحتاجين. هي إنه هذه الإغاثات ورغم كل الجهود المصرية فيها دولة ومجتمع مدني، ولكن هي حتى لم تصل إلى ذر الرمادي في الأرض. يعني إحنا بنتكلم على تهجير أهل رفح، وبنتكلم على تهجير قصر، وبنتكلم على إنه أنت بتتكلم على 1.5 مليون لابد من تهجيرهم، ومفيش وقود هيتنقلوا ازاي ويتنقلوا فين واتنقلوا كم مره الناس دي؟ دول بشر طبعا، دول ناس لحم ودم زي بالضبط الاسرائيليين وزي الامريكان. بتتكلم على مجتمع دولي بيقول انه يضع ضغط على الولايات المتحده الامريكيه، انت عندك 10 من السناترز الامريكان وقعوا خطاب من كام يوم يهددون قضاة المحكمه الجنائيه الدوليه، بل ويهددون اسرهم بانهم مش هيدخلوهم امريكا. يعني احنا بنتكلم على مهزله انسانيه بكل مصر بتعمل جهود واحنا في الاخر دوله الحقيقه يعني ليها عندها معاناتها الاقتصاديه، ومع ذلك بنفتح للجرحى وبنعالج بنعمل على الاغاثه الانسانيه، شباب زي الكل واقفين على المعابر يحاولوا يساعدوا، بنستضيف اهل فلسطين من في بلدنا، بنعمل جهود دبلوماسيه، الورقه المصريه الاخيره، بننضم من كام يوم لجنوب افريقيا في محكمه العدل الدوليه، المجتمع المدني بيوثق الجرائم، لكن في الاخر انت امام دوله عظمى كانت المفروض اللي هي الولايات المتحده الامريكيه فيها انتخابات رئاسيه، فبيتارجح بايدن في محاوله لارضاء الشباب بانه يقول مش هصدر سلاح ويقف ومع ذلك هو يدعم اسرائيل او قام يعني اسرائيل خلاص ما بقتش محتاجه سلاح، بيديها عدى الكونجرس بيديها 26 بليون دولار في هذه المأساة، فالوضع يعني في محاولة لكسب أصوات الشباب الغاضب في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك بعض المقولات أو بعض الأفعال التي تقوم بها أمريكا، الحقيقة مش بس أنه ما يحدث أو ما يقال متأخر، ولكن أيضا نحن أمام يعني مرشحين للرئاسة يحاولون كسب ود اللوبي الصهيوني.
لعبة سياسية في الأساس يا دكتور نهى، للأسف يعني زي ما حضرتك بتذكري، بعيدا عن أي معايير لحقوق الإنسان التي يتحدثون دوما عنها، عن حقوق الحياة، عن حق تقرير المصير، عن إنفاذ أو بلاش إنفاذ، خلينا نتحدث حتى عن الشعوب وأنها يجب أن تصل إليها أو تتمكن من الحق في الحياة حتى بشكل آمن. كل هذه الحقوق ضربت بها عروض أو عرض الحائط كما يقال، وبنتحدث عن أزهى معايير مزدوجة بنراها وبيلحظها العالم كله للأسف على مدار كل الشهور الماضية. دكتور نهى، بنشكر حضرتك على تسليط الضوء على كل هذه النقاط. الدكتورة نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية وعضو المركز المصري للفكر والدراسات. نقلت شبكة NBC عن السيناتور الجمهوري لينسي جرام والمقرب من المرشح الرئاسي دونالد ترامب أن إسرائيل من حقها أن تدافع عن نفسها وأن عليها أن تفعل كل ما عليها للبقاء على قيد الحياة كدولة يهودية. وأضاف خلال اللقاء: لا أعرف ماذا تنتظر أو ماذا ننتظر، لماذا نتأخر باتخاذ القرار الصحيح في الحرب العالمية الثانية وقمنا بضرب مدينتي هيروشيما وناجازاكي، لكن اليوم نحن مترددون بسبب الرئيس الأمريكي جو بايدن. وطلب السنتور الجمهورية لينسي جرام إدارة البيت الأبيض برمي قنبلتين نوويتين على إيران وعلى غزة وقتل أولئك الذين يريدون قتل اليهود بحسب قوله قبل أن يفعلوا ذلك. هذه التصريحات المتطرفة لم تكن الأولى من نوعها التي يطلقها هذا السنتور الجمهوري، والذي واجه العديد والعديد من الانتقادات من قبل المؤسسات الدولية والمنظمات الداعمة لفلسطين، خاصة وأنه هاجم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط المعروفة باسم الأونروا، مؤكدا أنها ميتة بالنسبة للكونغرس الأمريكي وللبيت الأبيض. انتقد جرام تعليم الأطفال الفلسطينيين من خلال الأونروا، مطالبا باقتلاع النظام المدرسي الفلسطيني من جذوره وتدميره. ما زلنا مع الملف الفلسطيني مشاهدينا الكرام، ولكن هذه المرة هنتناوله من جانب محلي، لأنه خلال الأزمات اللي شهدتها بلدان الجوار المحيطة بنا برهنت القيادة السياسية المصرية في كل واحدة من هذه الأزمات
برهنت على التزامها وانتهاجها لسياسة واضحة، وهي سياسة إعلاء المصلحة القومية ومصلحة الوطن ومصلحة ملايين المصريين في المقام الأول. في خلال عدوان غزة الأخير على وجه الأخص، كانت القيادة السياسية ومن اللحظة الأولى لتفجر الصراع في مقدمة الصفوف دفاعا ودعما للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة. وتحت هذه المبادئ الواضحة والمنحازة للشعب الفلسطيني، خاضت مصر معركة سياسية ودبلوماسية شرسة في سبيل وقف الانتهاكات الإسرائيلية وحشد رأي عالمي رافض لهذه الانتهاكات ومؤيد لحق فلسطين في دولة مستقلة وعضوية كاملة في الأمم المتحدة، وأيضا بممارسة كل الضغوط لكسر الحصار اللي رفضته دولة الاحتلال على القطاع ضمن سياستها لتجويع وتشريد المدنيين. الموقف المصري الداعم وبقوة للأشقاء في فلسطين كان محل تقدير واحترام وتأييد شعبي مطلق من ملايين المصريين، واللي أدركوا أن القيادة السياسية بتملك الكثير من الحكمة ومن الصبر وأيضا من الذكاء للتعامل مع الرعونة الإسرائيلية. في الوقت نفسه بتستطيع أن هي تتخذ المواقف الحاسمة وتضع الخطوط الحمراء لمنع إسرائيل من التمادي في ممارسة سياسات التهور والغطرسة. خلينا نفهم مع حضراتكم المزيد من التفاصيل عن هذا الأمر من خلال انضمام الأستاذ كمال حسنين رئيس حزب الريادة معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ كمال. صباح الخير على حضرتك أستاذ باسم، وصباح الخير على أستاذ مروة، وصباح الخير على السادة المشاهدين. صباح النور يا أستاذ كمال. لو بنتكلم مع حضرتك مباشرة عن موقف القيادة المصرية، إزاي بيكون أقوى بشكل كبير وبيكون أكثر تعبيرا عن مصر وعن يعني كل ما يأتي في أذهاننا جميعا عندما يكون عايز بس الكلام ما يبقاش إنشائي؟ فأنا بحاول أتكلم مع حضرتك بشكل أكثر تبسيطا، لما بنكون كلنا إيد واحدة زي ما بيقول دايما سيادة الرئيس، خصوصا في التحديات الكبيرة زي هذا الأمر، إزاي بيفرق هذا الأمر بشكل كبير في أن هو بيتاخد التحذيرات المصرية والخطوط الحمراء التي تتحدث بها بمنتهى الجدية يا أستاذ كمال؟ أولا منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر وإحنا شفنا كانت المحاولات الإسرائيلية اللي هي كانت الهدف هو هدف كان معلن والعالم كله يستمع إليه من خلال حكومة المتطرفين الإسرائيليين، اللي هي كانت الهدف رقم واحد كان نقل الفلسطينيين أهالي غزة إلى سيناء، وأثبتت الأيام إنه, 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 إنه حقيقي إنه ده كان مخطط وبيحدث. ده كان المخطط رقم واحد في بداية الأحداث بتاعة 7 أكتوبر لما كانت، ويمكن شفنا ده يعني كان على هوى بعض الزعماء الأوروبيين اللي حاولوا يتوصفوا لتحقيق هذا الهدف، وكانت القولة الشهيرة بتاعت القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال سيناء خط أحمر، وفي نفس الوقت بنرفض التهجير سواء إلى مصر أو إلى أي مكان آخر لأن ده فيه زوال للقضية الفلسطينية. فده من الناحية السياسية كبداية للدولة المصرية. الدولة المصرية من خلال سياستها منذ 7 أكتوبر هي اللي بدأت من خلال تحركها الدبلوماسي على مستوى الإقليمي أو على مستوى الدولي أو مع الجهات المسؤولة للمنظمات الدولية المسؤولة، قدرت تغير البوصلة لغاية ما بدأ حتى الدول اللي كانت داعمة للنقل إلى سيناء بدأت تطالب إسرائيل بوقف التهجير القسري إلى سيناء، يعني بدأت تحقق. يبقى معناها أن السياسة المصرية في البداية غيرت دفة الهدف اللي منه من 7 أكتوبر اللي هو القضاء على القضية الفلسطينية ونقلهم إلى سيناء، وزي ما كنا بنسمع ونقل الضفة الغربية إلى الأردن، يبقى كده بقت القضية الفلسطينية انتهت. الدولة المصرية على البعد السياسي بدأت تتحرك إلى أمام المنظمات الدولية، وشفنا دور مصر لما رئيس عبد الفتاح السيسي دعا لمؤتمر دولي شاركت فيه العديد من الدول عشان يحاول، لأن دايما قمة السلام. يعني سيد كمال اسمح لي أن أقاطعك في هذه النقطة، يعني أنت كلمت وقلت كلام مهم جدا، وحصل أول المشكلة أو أول اندلاع الحرب، يعني كان المخطط واضح وصريح ولكن القيادة المصرية وضعت يعني خطوطا حمراء، الرئيس السيسي وضع هذه الخطوط وعدم المساس بالأمن القومي المصري، وده أدى يعني ثقة للمواطن المصري. كيف لمست هذه الثقة بين الشعب والتفاف الشعب المصري حول القيادة السياسية المصرية بعد هذه القرارات؟ بعد هذا القرار يمكن كلنا شفنا في نهاية أكتوبر لما خرج المصريين في جميع محافظات مصر في قراها وريفها وعلى مستوى المدن والمراكز في كل مصر
دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي، لان ادركوا ان القياده السياسيه ان الدوله المصريه تتعرض لمخاطر جمه، ان الدوله المصريه تتعرض لمخاطر تغيير حدودها الطبيعيه. فالشعب المصري خرج في نهايه اكتوبر عن بكره ابيه في جميع محافظات مصر، لان بيثق في قيادته السياسيه. لولا الثقه التي شاهدها الشعب المصري في الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 30 يونيو لما خرجت الجماهير تكلفه وتفوضه في اتخاذ ما يراه مناسبا من اجل الحفاظ على امن مصر القومي، يعني يثقوا في قرارات الرئيس، يثقوا في حكمه الرئيس. عندما واحنا شفنا قبل كده في واقعه سابقه في ليبيا عندما تم الاعتداء على مجموعه من ابناء مصر من الاكبار، لما قال خط احمر شفنا على طول خلال ساعات كانت الدولة المصرية. عشان كده الشعب لما بيثق في قائده على طول في أي حاجة بيكلفه. وكل ده يعني يترجم يا سيد كمال على أن هناك وعي سياسي في الشارع المصري وبما يحدث وأهمها التحديات التي تواجه البلاد خلال هذه الأيام. شكرا جزيلا لك يا كمال حسنين رئيس حزب الريادة على هذه المداخلة. طيب دلوقتي مشاهدينا الكرام على رأس الساعة بيتجدد موعدنا كالمعتاد مع موجز لأهم وآخر الأنباء، هيكون مع الزميلة العزيزة جاكلين ماهر. صباح الخير عليك يا جاكلين. صباح الخير عليك يا باسم، وبصبح على مروة، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في آخر وأهم الأخبار في موجز التاسعة صباح. التاسعة صباحا السادسة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد مصدر رفيع المستوى أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ويتابع مع خلية الأزمة المعنية الموقف لحظة بلحظة، ويوجه بضرورة تكثيف الإجراءات اللازمة للحيلولة دون المزيد من التصعيد. وشدد المصدر على أنه لا صحة لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر في معبر رفح، مجددا التأكيد على قيام مصر بتحذير إسرائيل من خطورة التصعيد وتداعياته على الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة. أعلنت مصر عن اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعقبة عليها في قطاع غزة. وأوضحت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوة المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين ودفعهم للنزوح والتهجير خارج أراضيهم في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. وطلبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن العدل الدولي. كما جددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين. ثمنت حركة حماس إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى الدعوة المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. كما ثمنت الحركة أيضا إدانة مصر لانتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني العزل، ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لإدخال المساعدات ووقف كل الإجراءات التي قد تؤدي لقتل المدنيين في
في قطاع غزة والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح. ودعت حركة حماس الدول العربية والإسلامية وكل الدول حول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة في دعم القضية الفلسطينية بالانضمام إلى الدعوة المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وإلى قطع أي علاقة معه وعزله دوليا والسعي لمحاسبته وقادته الإرهابيين على جرائمهم الممنهجة بحق الأطفال والفلسطينيين في قطاع غزة. حرض السناتور الأمريكي الجمهوري لينسي جراهام على ضرب إيران وقطاع غزة بالقنابل النووية. في مقابلة مع شبكة NBC الأمريكية استنكر جراهام المقرب من المرشح الرئاسي دونالد ترامب ما أسماه بتردد واشنطن في ظل إدارة بايدن عن اتخاذ القرار الصحيح، مذكرا بضرب أمريكا لمدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين بالقنابل النووية في الحرب العالمية الثانية. تلك التصريحات المتطرفة لم تكن الأولى من نوعها التي يطلقها السيناتور الجمهوري، والذي واجه العديد من الانتقادات من قبل المؤسسات الدولية والمنظمات الداعمة لفلسطين. استشهد عدد من الفلسطينيين أصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية ومخيم البريج بقطاع غزة، وأفادت مصادر محلية باستشهاد وإصابة العشرات جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين جنوب مدينة رفح جنوب القطاع، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف مركزا طبيا في مخيم البريج وسط القطاع. حذر برنامج الأغذية العالمي من اضطرار العائلات في قطاع غزة إلى النزوح مجددا بحثا عن المأوى والغذاء والمياه. وشدد الأغذية العالمي على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، كما اعتبر أن الهجوم الإسرائيلي الشامل على مدينة رفح الفلسطينية سيكون بمثابة كارثة إنسانية. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع سق الأضحية للعام الثاني على التوالي بعدما نجحت في الموسم الماضي على توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة طبقا لقواعد البيانات التي يتم مراجعتها بشكل مستمر من قبل المكاتب الميدانية للمؤسسات بمختلف محافظات الجمهورية. وأعلنت مؤسسة حياة كريمة أن سعر سق الأضحية يصل إلى 9600 جنيه مع إمكانية التقسيط على 10 أشهر، ويعد سعر السق هو الأرخص في مصر، بالإضافة إلى أن اللحوم تعد الأعلى في الجودة. كما أعلنت مؤسسة حياة كريمة أن سعر سهم الصدقات يصل إلى 500 جنيه وهو يكفي لأسرة واحدة، وذلك للوصول إلى عدد أكبر من الأسر الأكثر احتياجا في مختلف مراكز وقرى الجمهورية. مشاهدينا، ختام الموجز. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة. الآن عود مجددا لهذا الصباح لاستكمال باقي الفقرات مع مروة وباسم. تفضلي باسم. كل الشكر ليك الزميلة العزيزة جاكلين ماهر. بعد قليل بعدنا مع فقرة استوديو هذا الصباح واستكمال لنقاشنا في الملف الفلسطيني والجهود المصرية المتواصلة في ضوء تأزم الموقف الحالي وتطورات على صعيد المسار السياسي والإنساني. وهيكون معنا ضيفنا الأستاذ علي عاطف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات.
في كل يوم شهيد ويصمد في وجه كل الخطوب بعزم وفخر وبأس شديد. فقد علمت شدوا بعضكم يا اهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحمة فلسطين ما ودعتكم. ما زال المشهد صعب مشاهدينا الكرام، وما زالت الجهود المصرية كبيرة ومكثفة وبتقوم بيها الدولة المصرية مع كل الأطراف المعنية والدولية أيضا من أجل التوافق على مسودة اتفاق أعدتها مصر لإنفاذ التهدئة والهدنة ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والعمل على تسوية القضايا الخلافية من خلال تقديم تنازلات متبادلة من الطرفين. ده حقيقي باسم، وفي خطوة موازية على طريق التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية أعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية امبارح اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوة اللي أقامتها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل اللي بلغت حد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. عن التطورات الخاصة بالمشهد الفلسطيني هنواصل حديثنا مع حضراتكم في هذه الفقرة، فقرة استوديو هذا الصباح، وهيكون لنا استعراض للجهود والاتصالات المصرية التي لا تتوقف ولا للحظة واحدة في سبيل حقن دماء الشعب الفلسطيني. عشان كده بيشرفنا في الاستوديو الأستاذ علي عاطف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. صباح الخير على حضرتك أستاذ علي. صباح الخير، منورنا في هذا الصباح، وخلينا نبدأ على طول من رؤية حضرتك للمشهد الحالي وتقييمك لي مع التطورات طبعا الأخيرة وزيادة التصعيد من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي. يعني للأسف إسرائيل خلال الفترة الماضية يبدو أنها تريد مواصلة مخططاتها في قطاع غزة بشكل عام. إسرائيل حتى الآن لم تمتثل للقانون الدولي ولم تمتثل أيضا للجهود الوساطة الإقليمية من جانب مصر ومن جانب بعض الدول الأخرى سواء في المنطقة أو حتى للضغوط التي أو الإدانات التي قامت بها بعض الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أحدث تطور في هذا الموضوع هو التحذيرات التي قامت بها وزارة الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالأمس حذر بنيامين نتنياهو وحكومة بنيامين نتنياهو من أن يعني اجتياح رفح سيكون له عواقب كارثية على 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 قطاع غزة لأنه سيسقط المزيد من المدنيين، وقال بالحرف أن هذا الاجتياح يمكن أن يسبب فوضى، بل يعني وصل حد التحذير الأمريكي إلى أن إلى يعني تحذير نتنياهو من أن هذه العملية قد لا تنتهي بالقضاء على حركة حماس وهو الهدف وهو أحد الأهداف الإسرائيلية من المعلنة على الأقل. بالضبط، المعلنة على الأقل. فيعني حتى الإدارة الأمريكية وحتى يعني حلفاء إسرائيل أنفسهم يحذرون من مواصلة إسرائيل هذه العمليات، ولكن إسرائيل على الجانب الآخر يبدو أنها يعني تريد مواصلة هذه العملية داخل قطاع غزة بشكل عام ومن بينها طبعا مدينة رفح الفلسطينية. ولكن يعني أستاذ علي أنا شايفة في أو الناس كلها والعالم أجمع شايف في تغير في المواقف، خاصة الولايات المتحدة التي كانت داعمة منذ بداية هذه الحرب، اليوم هي هل يمكن أن نسميها أنها تتخلى ولو جزئيا عن إسرائيل بعد وقف يعني إمدادها بالسلاح؟ ويعني بايدن اعترف أنه يعني هذه الأسلحة تقتل المدنيين.
يعني الولايات المتحدة الأمريكية، يعني ليس فقط حتى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الرأي العام الغربي بشكل عام، حدث لي تحول خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالأزمة الجارية في قطاع غزة. الإدارة الأمريكية نفسها، يعني جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر أكثر من مرة، ليس فقط يعني بالأمس ولكن خلال الأشهر الماضية كان الإدارة الأمريكية المزيد من الانتقادات أو الكثير من الانتقادات تجاه ما تقوم به إسرائيل داخل قطاع غزة بوجه عام، وخاصة داخل مدينة رفح الفلسطينية. فالموقف العام الغربي، يعني هناك موقفين إذا تحدثنا عن الدول الغربية سنجد أن هناك موقفين، الموقف الرسمي، الموقف الحكومات، وأيضا موقف الشعوب. نعم. يعني الشعوب أو الشعوب الأوروبية والشعب الأمريكي طبعا موقفه واضح بشكل جلي فيما يخص هذه لكن الأزمة. يعني أنا بتكلم عن خطوات جدية أستاذ علي، يمكن دائما هناك تنبيهات تحذيرات، ولكن هذه المرة الوضع يبدو مختلف بعض الشيء من الجهة الأمريكية. هل هي عبارات تستخدم في الإعلام فقط أم هي خطوات جدية لمنع هذه الأسلحة؟ يعني إذا تحدثنا يعني عن الأمر الواقع سنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية للأسف هي مترددة فيما يخص الضغط على إسرائيل لإيقاف هذه الحرب وهذه العمليات العسكرية داخل قطاع غزة. يعني الولايات المتحدة يمكنها أن تضغط بشكل أكبر على إسرائيل، ولكن موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يبدو مترددا بشكل كبير حتى الآن فيما يخص هذه الأزمة. طبعا اسمح لي سيد علي، يعني عايزين المزيد من التفاصيل حول ما يحدث في رفح الفلسطينية. ينضم إلينا من معبر رفح الزميل عبد المنعم إبراهيم مراسل أكسترا نيوز المتواجد أمام المعبر عشان ينقل لنا آخر التطورات والتفاصيل. صباح الخير يا عبد المنعم، يعني نتحدث عن هذه التفاصيل والمستجدات والتطورات التي تحدث في الجهة الأخرى من المعبر، معبر من الجانب الفلسطيني وأيضا من الجانب المصري. صباح الخير يا مروة، وصباح الخير مشاهدي إكسترا نيوز في كل مكان. يعني مروة خلينا نبدأ التطورات والأحداث من الجانب الآخر من مدينة رفح الفلسطينية، وبالتحديد من المناطق الشرقية من مدينة رفح، وما نسمعه وما نشاهده من غارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المناطق. والغارات هي مستمرة منذ ليلة أمس ومتواصلة حتى الآن، وكان هناك منذ قليل وتحديدا في تمام 8:30 أو في تمام 8:30 و32 دقيقة تقريبا عدد من الغارات الإسرائيلية لطائرات الاحتلال الإسرائيلي ألقت بنيرانها وقذائفها، وأيضا عدد من دانات المدفعية انطلقت من قبل مدافع الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية. وبالتأكيد نتج عن ذلك عدد من يعني عشرات الشهداء والجرحى منذ ليلة أمس وحتى هذه الأوقات. العمليات الإسرائيلية متواصلة في كافة المناطق في قطاع غزة، نتحدث عن في شرق مدينة، عمليات في شرق مدينة رفح الفلسطينية بالانتقال إلى مناطق الوسط، أيضا هناك عمليات في مناطق الوسط، ومن ثم عمليات كثيفة منذ أمس وحتى الآن في المناطق الشمالية من قطاع غزة، عودة التوغل الإسرائيلي بها مرة أخرى وإطلاق عملية جز العشب على المناطق في شمال غزة التي يقوم بها منذ يوم أمس تقريبا، وحتى الآن لازالت كل هذه العمليات مستمرة على الجانب الآخر في قطاع غزة في ظل تفاقم الوضع الإنساني والكارثي في قطاع غزة، وأيضا في ظل ما تقوم به إسرائيل من سياسة الحصار والتجويع والتضييق ورفض دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية منذ أن أغلقت منفذ كرم أبو سالم لدواعي أمنية وفقا للرواية الإسرائيلية، وأيضا منذ أن سيطرت آلة الحرب الإسرائيلية على منفذ رفح من الجانب الفلسطيني، وبالتالي لم تدخل أي مساعدات إنسانية ولا إغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة الذين هم في حاجة ملحة إلى مزيد من هذه المواد وكذلك المستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات التي تبقت وتعمل بشكل جزئي في كافة مناطق قطاع غزة. أما عن المشهد في الجانب المصري أو النقطة التي نقف فيها الآن، الصورة لم تتغير منذ أيام، ما زالت الشاحنات المساعدات مصطفى على جانبي الطريق من مدينة العريش مرورا بمدينة الشيخ زويد وحتى وصولا إلى مدينة رفح المصرية،
وايضا سيارات الاسعاف مصطفى امام معبر رفح في حاله استقبال في حاله تاهب قصوى لاستقبال الجرحى والمصابين من الاشقاء في قطاع غزه مره اخرى بعد توقف عمليه نقل المصابين حتى مروه من الجانب الاخر بعد سيطره اسرائيل على منفذ رفح البري من الجانب الفلسطيني. بالتالي توقفت عمليه نقل المصابين او دخول المصابين الى الاراضي المصريه. مصر كانت تبذل جهد كبير في هذا الاطار وتستقبل عشرات المصابين والجرحى من الاشقاء في قطاع غزه يوميا، وبالإضافة أيضا إلى مرافقي هؤلاء المصابين، وكانوا تمكنوا من الدخول إلى الأراضي المصرية عن طريق الهلال الأحمر الفلسطيني، ومن ثم تتلقاهم هيئة الإسعاف المصرية وتنتقل بهم إلى المستشفيات التي خصصتها القيادة السياسية للتعامل مع مصابي الأشقاء في قطاع غزة. ودعمت القيادة السياسية عدد كبير من المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية. كنا نتحدث عن الخط الأول في محافظة شمال سيناء، وأيضا الخط الثاني في مدن القناة، وصولا إلى الحالات التي كانت تصل إلى القاهرة، والحالات التي كانت تنتقل من غزة هي معقدة طبيا، تحتاج الحالة الواحدة إلى 5 أو 7 تخصصات طبية دقيقة. كل ذلك كانت توفره مصر من خلال الرعاية الطبية الكاملة للأشقاء الذين كانوا يتمكنوا من الدخول إلى الأراضي المصرية. هذا بالنسبة لي يعني الشق الذي كانت تقوم به مصر في استقبال المصابين والجرحى من الأشقاء. أما عن المساعدات الإنسانية والإغاثية، هي متكدسة في كافة جنبات طرق من مدينة العريش وحتى مدينة الشيخ زويد، وصولا إلى منفذ رفح البرية. شاحنات متكدسة بها عشرات الآلاف من الأطنان من السلع الغذائية من المستلزمات الطبية، أيضا شاحنات الوقود متكدسة في ظل نفاذ الوقود في الداخل، وربما في الساعات المقبلة يتوقف يعني تتوقف المستشفيات التي كانت تعمل بشكل جزئي بالتأكيد، لأن مستشفيات قطاع غزة أغلب هذه المستشفيات وأغلب الخدمات الصحية انتهت في أو انقطعت في قطاع غزة بالكامل، وأصبحت المستشفيات تعمل بشكل جزئي. هذه أبرز ما لدي من تفاصيل. أعود إليك مروة إذا ما كان لديك استفسار آخر. شكرا جزيلا لزميلي العزيز عبد المنعم إبراهيم مراسل إكسترا نيوز على كل هذه التفاصيل من أمام معبر رفح، شكرا جزيلا لك. نستكمل حديثنا مع حضراتكم وطبعا مع الأستاذ علي عاطف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات. أستاذ علي برحب بحضرتك من جديد، وهنرجع نتحدث عن آخر ما تم الإعلان عنه من قبل الخارجية المصرية يوم أمس عن اعتزام مصر التدخل دعما لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. البعض بيربط بين هذا الأمر وبين عدم وصول خلينا نقول المفاوضات الأخيرة إلى الحل المأمول أو الهدنة المأمولة، وأيضا ما بين هذا الأمر وما بين تصعيد الإسرائيلي الأخير على القصف طبعا في رفح من الجانب الفلسطيني. تعليق حضرتك على هذه النقطة. يعني هذه الخطوة المصرية الأخيرة التي أعلنتها وزارة الخارجية المصرية يعني جاءت في توقيت يعني تشهد فيه الأزمة الفلسطينية داخل قطاع غزة على وجه التحديد، يعني تصعيد غير مسبوق. يعني إسرائيل خلال الفترة الماضية أغلقت جميع المعابر، معبر كرم أبو سالم أو ومعبر رفح من الجانب الفلسطيني، ومنعت وصول جميع المساعدات الإنسانية التي كانت يعني على الأقل كان هناك وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين والمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. ولكن خلال الأيام الأخيرة مع هذه الإجراءات الإسرائيلية يعني تم منع وصول جميع المساعدات إلى قطاع غزة وإلى أيضا يعني شمال القطاع أو ومختلف يعني مناطق قطاع غزة، مما فاقم من الأزمة الإنسانية في هذه الأراضي الفلسطينية في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية. ولذلك يعني الخطوة المصرية جاءت بعد يعني هذا التعنت الإسرائيلي على جميع المستويات، يعني عدم قبول أو عدم امتثال إسرائيل للمفاوضات أو جهود الوساطة المصرية والإقليمية والدولية أيضا، يعني وإغلاق أيضا للمعابر وعدم إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. يعني أعتقد أنه دفع مصر لتنفيذ هذه الخطوة أو للإقدام على هذه الخطوة. ويعني الخطوة المصرية أكدت على يعني أن هذه الأفعال الإسرائيلية هي انتهاك ل هي انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأيضا يعني اتفاقية جنيف الرابعة التي وقعت عام 49. فأعتقد أن هذه الخطوة المصرية جاءت في توقيت مهم للغاية بعد يعني ما يمكن أن نقول انسداد الأفق لدى الحكومة الإسرائيلية على جميع المستويات. وأعتقد أنه يعني أخطر خطوة مؤخرا قامت بها إسرائيل هي إغلاق المعابر ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى أشقاء الفلسطينيين، لأن يعني في ظل استمرار الحرب نتحدث عن إبادة جماعية
فعلا زي يعني بالضبط البنود ما بتقول او زي القانون الدولي ما بيقول. بالضبط، هي اغلقت جميع المعابر ومنعت وصول المساعدات، يعني اغلقت جميع هذه المنافذ للاشقاء الفلسطينيين، ويعني تريد وتخطط حتى تستمر في المجازر التي تقوم بها منذ اشهر. سيد علي، يعني كان هناك تصريح للسيد سامح شكري وزير الخارجيه يوم امس فيما يخص القضيه المصريه، يعني الاتفاقيه او معاهده السلام بين مصر واسرائيل، وانها هي خيار استراتيجي وركيزه اساسيه. بعد هذا التصريح ايضا كان هناك بعض التنبيهات وبعض التحذيرات من التصعيد في ظل هذه الازمه المنشوده في قطاع غزه. كيف تقرا هذه السطور وما بين السطور فيما يخص هذا الموضوع؟ يعني مصر خلال الفتره الماضيه حذرت من الانتهاكات الاسرائيليه المتكرره داخل قطاع غزه، ويعني على امن على 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 يعني داخل قطاع غزه و مدينة، وحذرت من اجتياح مدينة رفح الفلسطينية. مصر تدرك أن هذه العمليات الإسرائيلية يعني تهدد الأمن القومي المصري، ولذلك هي يعني حذرت الإسرائيليين أكثر من مرة من أن هذه العمليات تمثل خطورة يعني على الدولة المصرية وعلى الأمن القومي المصري، وأيضا حذرت من مسألة يعني المخططات الإسرائيلية لتهجير الأشقاء الفلسطينيين، لأن يعني إسرائيل أحد الأهداف الإسرائيلية الرئيسية من هذه العمليات هو تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة الفلسطيني. هذا ما لم تسمح به بالضبط مصر، أعلنت صراحة منذ اللحظة الأولى رفضها لهذه المخططات الإسرائيلية. يعني حتى المخططات الإسرائيلية كانت ولا تزال ترمي إلى تهجير الأشقاء الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن. يعني الفلسطينيين أنفسهم عبروا عن رفضهم لهذه المخططات الإسرائيلية، وأيضا القيادة الأردنية أيضا عبرت إلى جانب القيادة المصرية عن رفضهم لهذا المخطط. فأعتقد أن يعني الخطوات الإسرائيلية يعني في الحقيقة لا تهدد فقط الـ يعني أمن الحدود أو هكذا، ولكنها أيضا أمن المنطقة برمته. وما كادت عليه أيضا يعني القيادة المصرية في أكثر من موقف، في أكثر من مرة عبرت عن يعني أن هذه المخططات أو هذه الخطوات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة تهدد ليس فقط أمن هذه المنطقة ولكن منطقة الشرق الأوسط برمته. طيب المتابع للمشهد يا أستاذ علي في الداخل الإسرائيلي بيلاحظ أنه في انقسام كبير وفي وجهات نظر متعددة داخل المجتمع الإسرائيلي. بنرى هذا الأمر بوضوح من خلال المظاهرات المتكررة الرافضة لممارسات الحكومة الإسرائيلية ولرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الصحف الإسرائيلية نفسها أشادت يعني بالجهود المصرية للوصول لهدنة إنسانية ولوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى. السؤال هنا، بطبيعة الحال اللي بيقود المشهد حاليا هو اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، هل يظل هذا الوضع من دون تغيير مع وجود وزيادة هذه الانقسامات حتى داخل مجلس الحرب اللي هم يعني برضو الانقسامات وصلت إليه أيضا أو إلى أعضاء؟ يعني أعتقد أنه الداخل الإسرائيلي، وهذه نقطة مهمة للغاية، أن الداخل الإسرائيلي نفسه قد يعني يتسبب في إيقاف هذه العمليات الإسرائيلية، وقد يضغط في سبيل إنهاء هذه العمليات الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة. يعني ليس فقط الضغوط الدولية الممكنة على إسرائيل هي التي يمكن أن تتسبب في تحول في الموقف الجاري داخل الأراضي الفلسطينية، ولكن أيضا يعني الموقف أو الأزمات التي يعاني منها الداخل الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي أيضا. أعتقد أنه قد يمثل خلال الفترة المقبلة سبب قوي لي يعني إحداث تحول في هذا الموقف وهذه التوجهات الإسرائيلية داخل قطاع غزة بشكل عام وداخل الأراضي الفلسطينية. يعني بشكل عام داخل الأراضي الفلسطينية قد يعني ينتج عن هذه الأزمات داخل المجتمع الإسرائيلي بوجه عام، مشكلة المحتجزين التي يرفضها أهالي المحتجزين وما يتم من اعتصامات ومحاولات ومناشدات لدولتهم حتى يتم الإفراج عن يعني المحتجزين في قطاع غزة. تظاهرات يومية من قبل عائلات المحتجزين تندد بسياسات نتنياهو ومواصلته ورغبته في استمرار هذه الحرب. يعني الداخل الإسرائيلي بات على يقين من أن يعني أحد أسباب استمرار هذه الحرب هي يعني هو مستقبل او طموحات نتنياهو الشخصيه. يعني بنيامين نتنياهو هو يدرك، وايضا الداخل الاسرائيلي يدركون، انه بات محاصر ومستقبله السياسي بات محاصر بسبب هذه الحرب، ولذلك هم ينتقدون سياسات نتنياهو ازاء هذه العمليه العسكريه. يعني والداخل الاسرائيلي اعتقد انه اصبح يعني مستاء للغايه من شخص نتنياهو كسياسي بسبب استمرار هذه الحرب، ليس فقط يعني عائلات المحتجزين
الإسرائيليين ولكن الداخل الإسرائيلي برمته، يعني أصبح يرى بنيامين نتنياهو كعبء على الحكومة الإسرائيلية بسبب يعني سياساته الداخلية، هذا من جانب، وأيضا بسبب يعني رغبته في مواصلة هذه الحرب داخل قطاع غزة، والتي يعني كما أشرنا قبل قليل أن حتى حلفاء إسرائيل أنفسهم يؤكدون أن هذه الحرب قد لا تؤتي بثمرها لدى وجهة النظر الإسرائيلية. هذا فيما يخص الداخل الإسرائيلي، يعني لو تكلمنا أكثر عن التحذيرات التي قدمتها مصر أو التي توجهت بها مصر لإسرائيل بعد سيطرتها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ويعني إحنا عارفين من اللحظة الأولى لهذه الحرب ومصر يعني مصممة وتدعم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، وإنفاذ المساعدات يعني كان هو يعني الخطوة الأولى التي قامت بها مصر، و 80% من المساعدات التي تصل إلى غزة ما هي مسؤولة أو مسؤولية مصر بالكامل. يعني ما إغلاق معبر رفح للأسف أدى إلى يعني تناقص شديد جدا يعني حاد في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين. يعني قبل هذه الخطوة الإسرائيلية الأخيرة في إغلاق المعابر الحدودية في قطاع غزة كان هناك مئات الشاحنات في الحقيقة توصلها مصر وترسلها مصر محملة بمختلف أنواع المساعدات إلى قطاع غزة، ولكن مع يعني إغلاق هذه المعابر من الجانب الإسرائيلي للأسف لم تتمكن يعني مصر وأيضا بعض الدول الأخرى من إيصال حجم المساعدات الممكن أو الذي كان عليه قبل إغلاق هذه المعابر. ولكن يعني في الحقيقة الدور المصري يعني متواصل فيما يخص إيصال هذه المساعدات الإنسانية للقطاع، يعني مصر بالضبط يعني تقوم بعمليات إنزال للمساعدات الإنسانية جوا لحتى يعني المناطق الأكثر تضرراً في شمال قطاع غزة، يعني وهذا في الحقيقة بشكل متواصل، عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية التي تشمل يعني من الأدوية إلى خلافه يتم إنزالها جواً إلى المناطق المتضررة في قطاع غزة وإلى أيضاً شمال قطاع غزة. فالحقيقة أن إغلاق هذه المعابر يعني سبب كارثة إنسانية أكبر في قطاع غزة للأسف. طب يا أستاذ علي، مصر الحقيقة الفترة اللي فاتت منذ اندلاع هذه الأحداث وحتى من قبل ذلك، بس خلينا نتكلم على منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، لعبت دور محوري جدا في تصحيح الرؤية وإظهار الرؤية الصحيحة وحقيقة ما يحدث على الأرض خصوصا داخل طبعا غزة. هل الموضوع ده أثر بشكل كبير أو كان ليه علاقة بشكل أو بآخر بنتيجة التصويت الذي كان موجود يوم الجمعة الماضية في الأمم المتحدة، كانت نتيجته 143 دولة مع الأهلية الكاملة لفلسطين وحصولها على الأهلية الكاملة أو العضوية الكاملة، نتيجة ساحقة، 143 دولة صوتت مع أمام 9 دول فقط صوتت ضد هذا القرار، رأي حضرتك في هذا الأمر؟ يعني في الحقيقة يعني لنكون واقعيين، الدور المصري في الحقيقة إزالة الأزمة الفلسطينية خاصة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي كان يعني دور حاسم ومحوري للغاية، يعني ليس فقط الجهود السياسية أو الدبلوماسية المصرية وحتى الجهود الإنسانية، ولكن حتى الدور الإعلامي المصري في الحقيقة يعني لعب ولا زال يلعب دور مهم للغاية في يعني إيصال الرسائل المهمة وإيصال الصورة كما هي ما يحدث في قطاع غزة. عدد الزيارات الدولية أمام معبر رفح كان أيضا من على أعلى مستوى للرؤساء وزعماء الدول والمنظمات الدولية المختلفة. بالضبط، يعني الجهود المصرية خلال هذه الفترة يعني أدت لإحداث في الحقيقة تحول في الرؤى الدولية إزاء الأزمة الفلسطينية، ليس فقط أزمة قطاع غزة في الوقت الراهن ولكن الأزمة الفلسطينية برمتها. يعني حينما نرى الإدارة الأمريكية تتبنى خيار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو، فأعتقد أن هذا تحول كبير جدا في الموقف في الأزمة الفلسطينية والقضية الفلسطينية برمتها، ليس فقط مسألة الأزمة الجارية في قطاع غزة ولكن الأزمة الفلسطينية برمتها والقضية الفلسطينية. فالموقف المصري والجهود المصرية وأيضا يعني الدول الغربية أيضا باتت يعني تتبنى الرؤى المصرية في الحقيقة فيما يخص جهود أو خيارات حل الأزمة الفلسطينية بشكل عام. يعني الجهود المصرية خلال الفترة الماضية لم تؤدي فقط إلى يعني خيارات أو وضع يعني سيناريوهات لحل الأزمة الجارية في قطاع غزة، ولكن طرح سيناريوهات شاملة لحل الأزمة الفلسطينية برمتها وتبني الدول الغربية لهذه السيناريوهات. بما أنك ذكرت السيناريوهات، هذا ما أريد أن أسألك عنه، يعني
ما السيناريوهات المتوقعة برأيك في ظل هذه المعطيات، في ظل هذه التطورات التي يعني تشهدها مدينة رفح الفلسطينية، وأيضا يعني احنا شايفين كمان هناك قصف مستمر على المناطق الشمالية من قطاع غزة، لم تتوقف فقط في الجنوب؟ يعني في الحقيقة يبدو أن إسرائيل يعني مصر على تنفيذ مخططاتها وأهدافها داخل قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، ولكن هل يعني تستطيع إسرائيل مثلا على سبيل المثال يعني إنهاء القضية الفلسطينية بشكل كامل؟ يعني أعتقد أنه أمر صعب للغاية. يعني الفلسطينيين لا يزالون حتى اليوم مصرين على البقاء في فلسطين، في الأراضي الفلسطينية. الجهود المصرية والجهود العربية والجهود الإقليمية أيضا ترفض هذه المساعي الإسرائيلية. يعني بنيامين نتنياهو، حكومة بنيامين نتنياهو قد تسعى إلى يعني تحقيق بعض أهدافها من العملية العسكرية بشكل عام داخل قطاع غزة، حتى لا تكون أيضا هي نفسها محرجة داخل المجتمع السياسيين الإسرائيليين. فأعتقد أن بنيامين نتنياهو قد يعني يستعيد المحتجزين، قد يحقق بعض أهدافه داخل قطاع غزة أو من العملية الإسرائيلية في قطاع غزة بوجه عام، ولكن يعني مسألة إنهاء القضية الفلسطينية هذا أمر صعب للغاية، لا يمكن. خاصة أن الرئيس المصري وضع حدودا ووضع يعني قرارا حاسما حول التهجير القسري وخطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها حول هذه القضية. شكرا جزيلا لضيفنا العزيز الأستاذ علي عاطف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. ألف شكر لحضرتك أستاذ عاطف أستاذ علي عاطف، ومستمرين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، ولكن بعد قليل هيكون معادنا مع فقرة الصحافة، ولنا جولة وأهم أخبار وعناوين الصحف المصرية، وضيفة جولة اليوم هي الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي. حضراتكم لفقرة الصحافة اليومية، بنستعرض فيها أبرز عناوين الصحف المصرية، ومشرفنا الكاتبة الصحفية فريدة الشباشي. أهلا بحضرتك معنا في هذا الصباح. أهلا بك وأهلا المشاهدين كله. أهلا بحضرتك، منورنا يا سيدة فريدة. شكرا، أهلا بك. قبل ما نبدأ مشاهدينا حوارنا، خلينا نروح ونشوف أبرز عناوين الصحف النهاردة ونرجع نستكمل حوارنا. We'll be right back.
هنبدأ مع حضراتكم هذه الجولة مع نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم أمس. هنقرأ من الأخبار هذا العنوان: الرئيس السيسي يشهد افتتاح تجديد مسجد السيدة زينب. عنوان آخر من جريدة الوطن: الرئيس السيسي خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة. من اليوم السابع أيضا هنقرأ هذا العنوان: الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب بعد تطويره بشكل كامل. عنوان آخر في نفس الموضوع من الدستور: الرئيس السيسي من السيدة زينب خطة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة. السيدة فريدة، بتتابع إزاي هذا الافتتاح بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم أمس طبعا لمسجد عزيز على قلوبنا جميعا في مصر، مسجد السيدة زينب، بعد ما تم تطويره ويعني تجديده بالكامل بالشكل الجميل اللي احنا شفناه مع حضرتك؟ مشهد رائع. بس اللي أنا عايز أقوله إن بيننا وبين ستنا زينب يعني في تاريخ طويل أكيد. من الارتباط والتقدير وهي كمان لما جت مصر ليه؟ خد بالك ان مصر دي مش اي كلام. مصر دي اللي تجلى عليها الخالق عز وجل سبحان يعني الله. دي مش حاجه بسيطه، واحنا لازم نبقى فخورين بده، ولازم نبقى يعني بنعظم هذا الدور ونعيه، مش نبقى لا ايه يا مصر ده مش فيه ناس اياهم اللي ربنا ما يعيدهم تاني ابدا، اللي قال لك ما الوطن الا حفنه من التراب العفن. وطز في مصر واللي في مصر ما يهمنيش واحد ماليزيا كلام ما يصدرش عن اي حد عاقل ولا وطني يعني. بالظبط اكيد بالتاكيد. ويعني وكانت هذه العلاقه تحدثت عن العلاقه ما بين الاجيال المختلفه، ما بين الاجيال هذه الاجيال وايضا السيده زينب، كان في علاقه وثيقه وزيارات مستمره لهذا المسجد. يعني دايما يقول لك يا ست، يعني لما يكون واحد عايز يعني يطلب حاجة أو يأمل في حاجة يقول لها يا ست يعني شوفينا يعني كده يعني هي تاريخنا يعني طبعا. هي جات ليه مصر والحسن والحسين يعني هما يعني مصر دي محتاجة أن نرجع تاني نفهم كل الأجيال حتى اللي لسه يعني في اللفة نفهمهم إيه مصر دي عشان طيب. يحسوا بيها. اسمحي لي نروح لخبر جديد، ننتقل إلى جريدة اليوم السابع تحديدا ونقرأ منها عنوان: مسجد السيدة زينب صرح عظيم في فن العمارة الإسلامية. صح. عنوان آخر من جريدة الوطن: إحياء القاهرة التاريخية، جهود مكثفة لاستعادة رونق العاصمة الإسلامية. الحقيقة يعني مشروع تطوير القاهرة التاريخية اللي بنتكلم عنه بيحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، فكيف تقيمين هذه الخطوات في ظل جعل هذا التاريخ أو هذه المنطقة بأكملها كمتحف مفتوح لكل الزائرين؟ يعني دي قيادة ودناها مع الشعب، لأن الشعب بيأمل في ده. الشعب أيضا فخور أن عندنا السيدة زينب وعندنا سيدنا الحسين يعني كل ده الشعب فخور بيه، بس في ناس غطت على كل ده. لا، النهاردة احنا بنسترجع تاني زي ما تقول يعني حد بيستيقظ بقى من نوم كان مجبر عليه، وان شاء الله يعني هي دي بتبقى مصر تبقى قبلة العالم كله بالتأكيد. من كل ناحية يعني من الآثار القديمة الفرعونية، من الآثار الإسلامية، من رحلة العائلة المقدسة طبعاً. يعني عندنا حاجات كتير جدا تاريخ جداً, جدا نفخر بيها. يعني تقريبا كل مصادر او كل انواع السياحه موجوده عندنا في مصر، وده حاجه نادره ان هي تبقى موجود كلها بلا استثناء في بلد واحد. بس خلينا نروح مع حضرتك للملف الاقتصادي، لان هناك عدد من العناوين بهذا الخصوص. هنشوف نشاط رئيس الوزراء يوم امس واللي كان فيه عناوين كثير تناولته، منها من الوطن هذا العنوان: مدبولي ملتزمون بزيادة إسهام القطاع الخاص إلى 65% من استثمارات الدولة. عنوان آخر من اليوم السابع: رئيس الوزراء إجراءات مستمرة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. توجه الحكومة أستاذة فريدة لتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص ومنح الفرصة للإسهام في دعم الاقتصاد مش جديد، يعني كان موجود منذ لحظة بداية الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة أنه مستهدف أن القطاع الخاص تصل استثماراته إلى 65% من ضمن يعني إجمالي الاستثمارات في مصر. رأي حضرتك في هذه الجهود؟ ده تشجيع لكل الطاقات المصرية وكل الإبداعات المصرية أنها تساهم، ما تحسش أن لا الدولة بس هي اللي منفردة بده.
لا الدولة مع أبنائها بس يكونوا أبناء مخلصين، ما يكونوش يعني داخلين عشان يلعبوا في الموضوع، لا. فده يعني حاجة حلوة. وكمان القطاع الخاص دلوقتي بقى عنده ثقة، يعني لأن الرئيس السيسي على فكرة عمره ما قال حاجة وبعدين في التصرف حصل عكسها، اللي بيقوله هو اللي بيعمله. فده لما يقول إن احنا عندنا عن طريق رئيس الوزارة إن احنا 65% القطاع الخاص، أيوة هو ده أكيد ستغير في المشهد المقبل. طيب لسه مكملين مع الملف الاقتصادي ونقرأ من الدستور عنوان مدبولي، طرح المزيد من الأصول الحكومية للقطاع الخاص لفعاليته في تشغيلها. عنوان آخر من موقع مبتدأ: مدبولي يتابع استعدادات مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي. لو تكلمنا عن الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه قبل شوية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والخطوات الخاصة بالاستعداد لهذا المؤتمر، وهو مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي واللي بيعكسه منطقة أوروبية وعالمية في الاقتصاد المصري، نعم. كيف تقرأي هذا المشهد؟ أنا بشوف إن ده يعني نوع من التتويج للخطة المصرية وللرؤية المصرية. يعني الرئيس السيسي من ساعة ما جه وهو في عنده خطة التعاون وتبادل المصالح، فتح الأفق بدل القتل والتدمير والمؤامرات، لا يعني كله يعني بيتعاون مع مصر في المجالات اللي هي تقدر عليها وفي المجالات اللي هم يقدروا عليها معانا. وبعدين الفترة الأخيرة يمكن لاحظنا الاهتمام بالأدوية والمواد الطبية كل هذه الأمور، كل حاجة. وبعدين احنا على فكرة انتوا جيل صغير، بس احنا في الستينات كنا بنصدر أدوية لأوروبا وبنصدر حاجات كتير، بس الحمد لله بنرجع تاني. يعني ما زلنا في ملف الأدوية تحديدا يا أستاذة فريدة، عندنا تصدير للعديد من الأدوية لأماكن كتيرة خصوصا في إفريقيا. بس خلينا وإحنا بنتكلم عن الاستثمار هنتكلم مع حضرتك على قطاع آخر وهو السياحة، بس برضو هنتكلم فيه من ناحية الاستثمار. من موقع مبتدأ هنقرأ هذا العنوان: رئيس الوزراء يبحث مع مستثمرين سياحيين صياغة رؤية وطنية لدفع حركة السياحة. والقطاع السياحي المصري شهد العام الماضي أستاذة فريدة زي ما حضرتك متابعة زيادة كبيرة في تدفق أعداد السائحين الوافدين بأرقام كبيرة، وصلت تقريبا ل 15 مليون سائح، والمستهدف طبعا أعلى من هذا الرقم. حضرتك كنت لسه بتتكلمي على الموجود عندنا من حاجات بتشد أو بتشجع السياحة إنهم يجوا. بننفرد بحاجات كتير. يعني مثلا العالم كله عنده مثلا يعني عنده بلاجات وعنده شواطئ وعنده لكن محدش عنده الأهرام، محدش عنده المزارات اللي قلنا عليها دي اللي ربنا تجلى عليها، يعني محدش عنده السيدة زينب وسيدنا الحسين. يعني احنا عندنا حاجات بننفرد بيها، مزارات سياحية. نعم، مزارات سياحية مختلفة جداً. مش موجودة في أي حتة في العالم. فوق بقى الموقع الجغرافي اللي ربنا خص بيه مصر. يعني احنا عندنا شواطئ شوفي قد ايه، وعندنا يعني كل حاجة ربنا ادهلنا، بس احنا لازم نستثمرها طبعا، ونزود عليهم السياحة الرياضية بكل الاستادات الجديدة اللي تم افتتاحها، نزود عليهم سياحة المؤتمرات، سياحة الاستشفائية، سياحة البيئية، سياحة حتى في الصحراء، أنواع كتيرة جدا زادت. كمان عندنا في الواحات، افتكر الواحات الداخله في يعني في علاج، واحد سيوة في راس سدر، في مناطق كتير، يعني عندنا حاجات مش موجوده بره. لما نستثمرها طبعا وتجيب لنا فلوس يعني. طيب ننتقل الى ملف التنميه الزراعيه ونقرا من الوطن عنوان: مصر سله غذاء العالم في 2027. الوطن: في مستقبل مصر حلم استصلاح الصحراء يصبح حقيقه. عنوان ثاني من اليوم السابع: مشروع جهاز مستقبل مصر للتنميه المستدامه الطريق الى تحقيق حلم استصلاح 4.5 مليون فدان. كيف ترين أهمية هذا المشروع، مشروع مستقبل مصر؟ الأمل اللي كلنا كنا منتظرينه. وعلى فكرة لازم نفكر الناس ونحيي الذاكرة المصرية بأنه مصر في العصور الأولى كانت سلة غذاء العالم، فبترجع تاني لأنه الأرض اللي حتى تحولت إلى صحراء
انا اللي فاهماه يعني، ويا رب يكون صح اللي انا فاهماه، ان دي بالاستصلاح بترجع تاني تبقى ارض زراعيه. ودي حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه جدا، وحاجه يعني فيها بتدي امل لمصر، وبتدي امل ان يبقى عندك اكتفاء ذاتي. اكتفاء ذاتي بالظبط، يعني دي كمان دي الاهم، اهم حاجه في الدنيا، زائد بقى ان عندك كمان فائض تصدير. فدي يعني حاجه. نعم. طيب هنروح مع حضرتك او هنكمل مع نفس الملف يا استاذه فريده، ويعني من التنميه الزراعيه هنقرا من الدستور هذا العنوان: مستقبل مصر حقول قمح وبقوليات وفاكهه وخضروات ومصانع وصوامع على اعلى مستوى. من جريده الاخبار ايضا: المحافظون يتابعون توريد القمح للصوامع والشون. كيف تتابعي هذا الاهتمام من الدولة يا أستاذة فريدة بدعم المزارعين على مدار الفترة الماضية، وكمان الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية خصوصا القمح والإجراءات اللي تم اتخاذها في هذا الصدد؟ ده طبعا مهم جدا، وطبعا يعني تعبئة المحافظين والوزراء والناس وكله على ان احنا ننتج ويبقى عندنا فائض في الانتاج، ده بالنسبة لنا ده بيعود علينا كلنا بالخير. يعني ما فيش حد هيستفرد بحاجة، فدي حاجة يعني فعلا رائعة يعني. وشوف انتوا النهاردة الموقع الضبعة في زراعة قد ايه، عندنا حتت كتير جدا يعني. النهاردة الدلتا الجديدة اللي بنستثمرها دي حاجة يعني هدية من ربنا طبعا لمصر، فان احنا نعمل نستثمر كل ده، دي حاجة تخلينا نبقى عندنا امل في المستقبل. يعني انا الجيل بتاعي يعني خلاص يعني لا، واحنا كبرنا كمان احنا الصغيرين بس انت كنت طالعه من السنه الفايده، يعني بقت مصر الامل دلوقتي. واحنا بنتكلم على القمح تحديدا، النهارده كان في خبر بيتكلم على ان اللي ما تم توريده حتى الان 2 مليون و300 الف طن من القمح المحلي. والمستهدف الوصول ل 3 مليون ونص ان شاء الله مع نهايه موسم الحصاد. اجراءات كبيره جدا. انا عايزه بس اقول لكم هنختم بالخبر الحلو ده. انا لما كنت في فرنسا سريعا اذا تكررت، كان لما الاقي حاجه مكتوب عليها مصر فراوله، مش تحس بها غير اي فراوله تاني في العالم. هي. فيعني من الحاجات اللي متميزين بيها بشكل كبير جدا. كل الشكر لحضرتك، شرفتينا ونورتينا استاذه فريده الشباشي الكاتبه الصحفيه. انا اللي كنت سعيده معاكم. شكرا لوجودك، وان شاء الله يعني كل المشاهدين يشوفوا ان كلامنا ده بيتحقق باذن الله. باذن الله دايما يا رب. شكر طبعا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. وفي ختام هذه الحلقه اسمحوا لي طبعا تحياتي الى الزميله العزيزه. شكرا يا باسم على هذه الحلقه، ويعني شكر موصول ايضا لكل مشاهدي اكسترا نيوز. ختام هذه الحلقه، نراكم غدا باذن الله مع اخبار جديده. الى اللقاء.